المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نشر إنفوجراف عن حصاد المشروعات بقطاع الآثار عن عام 2018. تضمن هذا الإنفوجراف إنجاز أكثر أو الإعلان عن إنجاز أكثر من 80% من المتحف المصري الكبير حتى الآن بتكلفة 10 مليار جنيه. كمان إنشاء المتحف القومي للحضارة المصرية بتكلفة 1 مليار جنيه حتى الآن، ومن المتوقع افتتاحه بشكل كامل خلال هذا العام. خلونا نشوف الانفوجراف ده مع بعض ونرجع نكمل مع حضراتكم.